سيدي، لقد التجأ اليوم إلينا تاجر هاجمه قطع الطرق وقد طعنوها، وأردت أن أخبرك بالأمر. لقد عالجنا جراحه سيدي، أطعمناه وشبع، والآن هو ينتظر الشفاء. حسناً ما فعلتم، فلا يمكن أن نرد من لجأ إلينا، ولكن يجب أن نحترس جيداً. يبدو مسكيناً سيدي، لا أظن أنه سيؤذي أي أحد. في هذه الأيام تتجول الذئاب وسط الخراف سامسة، الأعداء حولنا من كل جانب، ستفتحون أعينكم وتراقبون الرياح التي تهب. بأمرك سيدي. بعد انتهاء الطعام سنأخذ المقاسات من أجل برينا تورغوت. خيرا أم هايمة. السيدة حليمة وابنتي حفصة قررتا أن تصنع زيا لبنينا تورغوت من أجل حفل زفافه. أخي تورغوت، سيأخذون مقاسك بعد أن تأكل، فلا تأكل كثيرا. بامسي. بامسي، لما تقول هذا يا أخي؟ إنه رئيس محاربينا، انتبه لكلامك. لماذا يتزوج السادة والسيدات أبي؟ نبينا الكريم قال إن الزواج هو سنة المسلمين، وأمرنا بالزواج والتكاثر كي يفاخر بنا الشعوب والأمم الأخرى يوم القيامة. والحمد لله أني تزوجت أمك وقد أنجبت لي ولدا شجاعا. كما أن السيد بامسي والسيد حفصة سيكون لهما أبناء مثلك إن شاء الله غوندوز. إن شاء الله. إن شاء الله سيدة حليمة، إن شاء الله. ويوما ما أيضا أنت سوف يكون لك أولاد غوندوز. أنا أريد أن أصبح محارباً جدتي. يا حبيبة جدتك، أنت بالفعل أصبحت محارباً بني. لم أذهب إلى الصيد بعد، ولم أقتل الأعداء كوالدي يا أمي. معك حق. لقد وعدتك يا بني، سنذهب معاً إلى الصيد أنا وأنت وأخوك إن شاء الله. إذن قل لهم أن يأخذوا مقاساتي أنا أيضاً يا أبي، لكي يصنعوا لي زي المحاربين. سأحارب وبعدها أتزوج. السيد الذي لا يظهر شجاعته لا أحد سيزوجه. سامسا، اذهب وأخبرهم أن يقدموا الطعام للتاجر. بأمرك سيدي. إن لسان الشعراء يقول كلاما جميلا. شكرا سيدي. على شرف زواج أخي تورغوت والشجاعة التي أظهرها ابني اليوم، نحن نريد أن نسمع الكلام الموزون من شاعرنا ليدخل في قلبنا الاطمئنان. حسنا سيدي. دعوة بلغت عنان السماء من ابن الملك سليمان شاه وولده، أسقط الأعداء وطلب الرجاء من السيد أرطغرل الغازي وجنده، ومحاربون أرواحهم له فداء لظلم المجرمين غير آبه. تورغوت وبامسي وعبد الرحمن استسقوا الشجاعة من إيمانه، والسيد أرتوك في كل الأرجاء يشفي الجريح من آلامه، وأخذ القرار لكرج سار أن تفتح غدا على أيدي الأبرار. آمين. أتى علينا الكلاب من القفار، سعد الدين كوبك وأعوانه الأشرار، لم يستطيعوا أن يشعلوا النار، فأبطالنا الشجعان بحما واحد قهار. والأم هيمة أم القبيلة كانت لسليمان شاه مصدر عزيمة، وعلى الأهالي كانت كريمة، وأهدت للدنيا ولدا ذو شكيمة،
وجمعه الله بالسيدة حليمة، رافقته في الأيام اللئيمة، وكانت بيننا ذات قدر وقيمة، وقصة حبهما في الكاي عظيمة. وبزواجهما سيزداد نسل الترك، وسيسير في الأراضي ويركب الفلك، وينشرون في الأراضي دعوة حق، وسينالون النصر ويزداد الملك. أحسنت يا هزان. شكرا سيدي.